نرجع تاني مع بعض ونرحب بنجمين الكبار كابتن اشرف قاسم كابتن ضياء السيد. كابتن ضياء السيد كابتن اشرف قاسم طبعا نجومنا النهارده في الاستوديو في كوره كل يوم وتحليل للقاءات الجوله ال 12 ماتشات اللي اتلعبت لغايه دلوقتي وتوقعاتهم لماتشات بكره ان شاء الله كمان في نهايه الجوله. ان شاء الله كابتن ضياء منور. منور يا كريم. اخبارك ايه؟ وحشني جدا. وسعيد بالبرنس طبعا. طبعا طبعا كابتن اشرف اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. خش على طول في الماتشات عشان ماتشات كتير. خش يا كابتن ضياء. خش على طول. طيب هبدا بالزمالك، الزمالك تعبنا اليومين دول. خساره من اسوان وتعادل مع الداخليه ومش عارف الامور، تغيير في الجهاز الفني، رحيل كابتن اسامه، تعيين كابتن اسماعيل يوسف مدرب عام، ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ لا هو بس انا مش يعني مش عايزين نبقى فيها نظره فيها تشاؤم يعني. ايوه. ده طبيعي جدا بيحصل في اي فرقه في العالم. تمام. حصل لنا قبل كده في الموسم اللي فات واللي قبليه، ممكن بتخسر، انت مش هتعرف تكسب على طول، مش هت مباريات كتير جدا، لكن في اسباب طبعا بتؤدي للشكل اللي احنا شفناه في مباراه اسوان وبعدها مباراه الداخليه. يعني ممكن يكون في نوع من التهاون ومن الاستهتار من اللاعبين في الملعب فبيؤدي لكده. برضه دلوقتي بعد المشاكل اللي حصلت في مباراه اسوان، المشاكل ما اتحلتش وفي مشاكل اتنقلت للاعبين والجهاز الفني وتغييرات زي ما انت حضرتك قلت دلوقتي، فاكيد طبعا بيبقى ليها تاثير. ولكن انا مش عاوز اخد دي مبرر للاداء اللي كان موجود في الملعب، لا، اداء اللعيبه ما كانش على المستوى. يعني ده رايي. كابتن ضياء السيد لما نيجي نبص على جدول الترتيب هنلاقي ان الاهلي فارق عن الزمالك بخمس نقط، والخمس نقط دول خساره الزمالك من اسوان ثلاث نقط وخساره الزمالك من الداخليه نقطتين، يعني هم الخمسه. الاهلي تفوق على الزمالك في اخر جولتين بالخمس نقط اللي الزمالك خسرهم. شايف الزمالك اسباب خسارته النقط دي؟ طبعا مع الاحترام والتقدير لاسوان والداخليه اللي عملوا ماتشين كويسين جدا جدا قدام الزمالك. كبير جدا. انا بشوف مردودها للتفكير قبل الماتشات دي. طيب. التفكير في الماتشات دي انها سهله. التفكير في هنبتدي باسوان وانت مغمض، كل الناس كانت مفكره ان الزمالك راح يكسب 2-3 هناك. انا بتكلم على كل الناس هنا، بتكلم على كجهاز ولاعيبه هم المسؤولين عن ده. فالفكره دي لما بتروح وبتنزل فرقه مجتهده وبتوفق في انها بتجيب اجوان بدري، انت بتحاول ترجع في المباراه. خد بالك الزمالك الشوط الثاني متسيده تماما. بس انت لما خلاص ما احترمتش الكوره وما احترمتش الفرقه اللي قدامك ويعني اتعورت زي ما بيقولوا وجي فيك جونين، بتحاول ترجع مهما عملت، يا الكوره تديك وتقدر ترجع وتتلحق، يا اما خلاص ما مش هتديلك. فادت الزمالك هدف خلاص، ده على قد تفكيرك في المجموعه دي. فهو رد فعل اللعيبه مهم جدا، ده بيساعد الراجل على انه او بيساعد الجهاز او المدرب على ان الامور. خد بالك كتير جدا واحنا مدربين بنعمل حاجه تغييره غلط او تشكيله غلط، بس اللعيبه بتبقى فايقه. بتطلعك انت عامل عالمي، مدرب عالمي، بتطلعك انك عملت حتى لو في حاجه غلط ده، بس اللعيبه في حالتها في اللعيبه في حالتها وفايقه فما ظهرش المشكله دي بالظبط. فالمشكله ما ظهرتش، بالعكس ده بيتقال ان انت عملت تغيير وعملت وعملت. فهي اساسها تفكير اللعيبه في المباراه، انت بتفكر فيها ازاي، واخدها باهتمام ولا مش واخدها باهتمام. طب المدرب والاداره ليها دور في تجهيز اللعيبه نفسيا طبعا وتحفيزهم طبعا، ليه دور في التجهيز وليه الجهاز الفني اهم، وليه دور في التشكيل وليه دور في سرعه التغيير او تاخير التغيير، كل الحاجات دي كلها عوامل مؤثره. عوامل مؤثره جدا. عشان كده انا لا اطلع ده من المعادله ولا اطلع ده من المعادله. احنا دايما طول الوقت معظم الناس بتروح على المدرب. تقول ده المدرب كذا النهارده، لا ده ما عملش، لا عمل ماشي، بس انا عايز كمان لو 90% من اللعيبه اللي في الملعب بيشتغلوا في 7-8 من 10، المفروض ان الفرقه دي اقوى فرق في الدوري كاهلي وزمالك، هم هيتفوقوا بشكل كبير جدا. فالمردود بيبقى بيمشي في نفس المستوى، فبيحصل الخساره او بيحصل الزمالك هيعرف يرجع نفسه من الماتش الجاي؟ لسه بدري على الدوري. انا لا قصدي يعني هيقدر يعدل الاوضاع بسرعه ولا المفروض الكيرف هينزل شويه؟ كل التعديلات، اسامه مشي وجيك اسماعيل، كل الحاجات دي كلها، انت تهدي اوضه اللبس، اللعيبه لازم تعرف ان هي في موقف خطر، لو ما عرفتش ان هي في موقف خطر الامور هتسرسب منها.
فطبعا الامور وارده طبعا لازم. كابتن اشرف شايف الزمالك هيعمل ايه الفتره الجايه؟ بص الموضوع في ايدين اللعيبه على فكره. يعني سيبك من الزمالك والاهلي، الفرقه الكبيره دي ممكن ترجع نفسها في ثانيه، اللعيبه داخل الملعب يبقى في اوقات بيبقى في مدربين بيبقوا موجودين في بعض الاوقات يعني بيكونوا بعيدين تماما عن ان هم يكونوا بالمستوى بتاع الفرقتين دول. لكن اللعيبه اللي في الملعب ممكن تغير من الشكل خالص وتكبر المدرب في توقيت زي ده. خلي بالك الماتش اللي فات ده شيكابالا ويوسف اسامه نبيل ما كانوش موجودين الاثنين. ما كانوش موجودين. لكن انا بتكلم على المجموعه اللي موجوده. ما انت عندك المجموعه اللي موجوده كلها يعني من فتوح كمان مش موجود، من اللعيبه اللي بتلعب على طول الاساسيين يعني، مش حتى التغييرات اللي حصل. لكن هو لازم يبقى وضع في اعتباره ان الفرقه مش ال 11 بس يعني، حتى لما بيكون بيبقى في مجموعه لعيبه بره لازم يكون تجهيزهم بنفس مستوى اللعيبه اللي موجوده. طبعا احنا الطبيعي والصح انت لازم يكون في تدعيم في الشهر ده، لازم مفيش كلام. وخصوصا طبعا الاجانب، الاجانب اقل مستوى اجانب موجودين في الدوري المصري عندنا في الزمالك، مع احترامي الكامل لاي حد يعني. ودليل على كده ان هم ما بيحدثوش اي فارق دلوقتي يعني، مفيش اي فارق بيحصل لما يكون مثلا سامسون موجود، لما حتى بينزل دلوقتي الجزيري. هو الجزيري ممكن يكون بعيد نفسيا كمان عن الاداء بتاعه، لكن انت محتاج واحد، انت محتاج مهاجم يقدر يكسبك في المباراه. انت ما عندكش مهاجم يكسبك، مفيش. وساعات دلوقتي كنت في الاوقات بتلعب من غير مهاجم او اللي هو الشادو سترايكر يعني، ده ما ينفعش مع فرقه كبيره زي نادي الزمالك. ده في وقت من الاوقات انت ممكن عايز تلعب باثنين مهاجمين، فانت لازم يكون عندك اثنين مهاجمين اقوياء. فانت دلوقتي هل ده عندك؟ لا. اللي عندك دلوقتي حتى كمان مع احترامي الكامل لحمزه، حمزه بعيد تماما عن المستوى بتاعه. مش هقدر استنى حمزه لاخر ست ماتشات في الموسم عشان يديني المستوى المطلوب، ما ينفعش. هو بيجي اخر ست سبع ماتشات بيبقى مستواه عالي جدا، لا انت محتاج، ومحتاج في وسط الملعب، ومحتاج سيرد باك كويس جدا، ستوبر كويس جدا يعني. طبعا ربنا يشفيه الونش فارق جدا مع الفرقه، فارق جدا. حتى كمان الكلام لما بنتكلم على حسام عبد المجيد لما بنلعب بثلاثه، هو حسام بيبقى مطمن شويه ان جنبيه اثنين كمان. فساندينه مش اثنين. هو دلوقتي لما بيكون في اثنين الاستوبر مثلا، الاثنين الاستوبرين بموجود، هو مضطر غصب عنه. انت في وقت من الاوقات بتلعب اثنين على اثنين، فدي مشكله كبيره جدا. لو واحد عنده سرعات كبيره والدريبلينج كويس جدا هيعمل لك مشكله ان انت مش متغطي. لكن في الثلاثه ممكن واحد بيروح والتاني بيروح كمان والتالت العكسي ده هو اللي بيغطي، فيبقى هو مرتاح ان في حد لو غلط هيتغطى. انت محتاج ان انت الكلام ده كله لازم يوصل للعيبه تمام، وتهيئ اللعيبه للمباراه اللي جايه نفسيا كمان، ان انت ما ينفعش يضيع منك بنط تاني. النقط اللي هتروح منك الفتره اللي جايه هتسبب لك مشكله كبيره جدا، وخصوصا ان النادي الاهلي بيكسب في المباريات اللي في نفس التوقيت بتاعك كمان. بالظبط. وانا لسه رايح لكابتن ضياء، هروح للاهلي. والاهلي قعد ثلاث ماتشات بيتعادل، انا فاكر مقاولين فيوتشر سيراميكا سموحه وسموحه كمان. بالطبع. وبعدين راح كسبان ماتشين ورا بعض الاخرانيين مع بيراميدز اللي هم اللي النادي الزمالك خسر فيهم. بالظبط. فعدل الاوضاع، شايف الاهلي برضو ازاي وفوزه على ام بي 2-0؟ ماتش انبي وماتش بيراميدز اتعملوا بشكل كويس جدا، خصوصا ماتش بيراميدز. الراجل مستحيل، طريقه الاهلي كانت مختلف، كله بينزل تحت الكوره. ما هو ده شغل، دي سيستم مختلف عن ماتش. ما هو ده الشغل، شغل المدرب على حسب الفرقه اللي قدام. شغل المدرب انك انت لازم تقرا الخصم بشكل كويس وتعمل الخطه المناسبه دي. انا بشوف ان هو عمل خطه، وانا كنت قاعد مستني اشوف هيعمل ايه. في مدربين يقول لك لا انا العب بخطتي وطريقتي واجبر المنافس ان هو يشتغل بشغلي انا. مش طول الوقت بتنجح. ايوه. مش طول الوقت بتنجح. معظم الفرق الكبيره كمان بتعمل تغيرات لما بتلعب في المواعيد الكبيره. انت اتفرج على بيراميدز كويس، اتفرج على الماتشين، اخر ماتشين اتلعبوا الاهلي مع بيراميدز. زي بعض. لا في فرق. ماتش في الكاس مع سامي لعب بنفس الطريقه دي. ايوه. الاهلي كسب. صح. الماتش الثاني مع سواريش لعب مفتوح مع بيراميدز بشكل كبير جدا، اداهم المساحات. انت لازم تقدر الفريق اللي قدامك. هو الراجل بصراحه لعب تكتيك كويس جدا، واخر نفسه في نص الملعب، وعمل عمل اكثر تصويبات واكثر فرص. عرف يلعب يعني. عرف يلعب. ماشي، هي من الاساسيات. لكن لو انا شايف انا كمدير فني ان في لاعب عندي مميز بس عنده قصور في حاجه معينه، انا لازم انميها له. طيب. بالظبط. لكن مش كل مباراه مفيش وقت هي نفس. لا دي سهله جدا، ما هو ده مش هتاخد منك. ده سهله جدا.
ما هو انت كده انت هتدفع الثمن برضه، لان هي نفس الاخطاء بتقع فيها الفرق. طالما على 18 فرقه فعليا وعلى غيري يعني، ما تمشي. طيب هنطلع نشوف تقرير عن بطوله كاس الخليج اللي بدات امبارح في العراق. طبعا كل الفرق الخليجيه بقى ومنافسات شديده وقويه، تبقى دايما بطوله كاس الخليج تبقى رائعه جدا. العراق واليمن والامارات والكويت والسعوديه وعمان والبحرين وقطر، بطوله بتبقى جامده جدا. شفت الجزء من المباراه العراق وعمان امبارح والافتتاح وكده، يعني حاجه. لعب اربع ماتشات لغايه دلوقتي. نشوف تقرير على التقرير مع بعض على كاس الخليج والبطوله اللي بدات في العراق، وبعدين نرجع نكمل ماتشات الدوري مره اخرى مع الكابتن ضياء السيد والكابتن اشرف قاسم، جوله ال 12 من بطوله الدوري الممتاز. طيب نرجع تاني مع بعض ونروح للمصري والاتحاد وفوز المصري 2-1. كابتن اشرف قاسم، شفت الماتش ده؟ طبعا الماتش كان سريع جدا، خصوصا في الشوط الاول حماسي، يعني هو حماسي اكتر منه اداء في الملعب وشكل الفرقه، يعني تحس ان الفرقتين عايزين يكسبوا. لكن انا كنت شايف ان فرقه المصري يعني عندها فاعليه اكتر من فرقه الاتحاد في خصوصا في الشوط الاول. وكانوا بيحاولوا، محاولاتهم كانت ايجابيه بشكل كبير جدا. عندهم الياس الجلاصي من احسن اللعيبه اللي في وسط الملعب كبلاي ميكر. ان هي تغير في التكتيك مع احتياجها للنقاط، مش المدرب، المدرب بيشتغل لنفسه. بيشتغل ان انا عايز افتح وعايز اعمل، وبيبقى همه نفسه يعني. المصري ضيع فرص كتير واستحق الفوز، وصل اكتر يعني فوز مستحق للمصري وتعدله النتائج، لانه برضه عايز يزق شويه في الجدول. هو حسام جه متاخر، مصري 17 نقطه، عايز يزق ويخش لقدام شويه كمان، فمكسب مهم جدا جدا. طيب كابتن ضياء، بيراميدز والمحله، مباراه من جانب واحد 4-0 لصالح بيراميدز، اداره فنيه سيئه جدا لبابا فاسيليو. ما فكرش ربع هم يعني متمرنين عليها. فانا شايف ان يعني فيوتشر هو يستحق الفوز في المباراه النهارده على سيراميكا. تعاملوا مع المباراه بشكل كويس جدا جدا. كابتن ضياء، فيوتشر وسيراميكا تقول ايه؟ يعني مش هقول اكتر من اللي قاله اشرف. الماتش مفتوح وفي جوان هنا وجوان هنا. تطمع، والشاطر اللي استغل ثغرات الجبهتين بتوع فيوتشر ما تقفلوش كويس في الناحيه الثانيه، ناحيه الشمال وناحيه اليمين، لانه برضو احمد سامي عبد الرحمن ده مش اساسا باك رايت. شكري بيشتغل، ما فيش قدامه جناح، لان احمد ياسر بيلعب تحت ابوكا، فدي مشكله لازم سيراميكا يعالجها في الايام اللي جايه، لانها هتعمل طول ما حد بيشتغل من على الاطراف من بره هتبقى ثغره كبيره جدا. طيب سريعا كده عشان الوقت خلص، عايز اخد توقعاتكم الماتشات بكره. الاسماعيلي وحرس الحدود في استاد الكليه الحربيه هنا. الاسماعيلي هيكسب 1-0. الاسماعيلي يكسب. كابتن اشرف، تعادل. المقاولين وطلائع الجيش يا كابتن اشرف. طلائع. تعادل. تمام، عكس بعض. البنك الاهلي واسوان في استاد القاهره، ملعب البنك الاهلي. البنك الاهلي هيكسب 2-0. كابتن اشرف، تعادل. انتوا ايه، كل واحد يكسب وتعادل؟ لا معلم، يعني احنا قلنا مين تاني؟ لسه سموحه. لا، فاركو وسموحه. تعادل طبعا. تعادل. تعادل. فاركو. تعادل طبعا. ليه بقى؟ ده من اول امبارح تعادل. اشمعنى يعني؟ لا، الاثنين بيتعادلوا. والله لا، فاركو هيكسب الماتش ده. فاركو هيكسب. ما انتوا عكس بعض. بس من الغريب ان انتوا مثلا، يعني حضرتك قلت فاركو، كابتن ضياء ما يقولش سموحه، يقول لك تعادل. لا تعادل. انت تقول تعادل وهو يقول لك مش عارف. عادي، يعني نحل القعده بس. طبعا بشكركم طبعا، كابتن اشرف، كابتن ضياء، وان شاء الله يعني كل اسبوع كده ان شاء الله نبقى مع بعض، وتمتعونا بتحليلاتكم الرائعه وارائكم في لقاءات الدوري ان شاء الله. الله يكرمك. شكرا كابتن اشرف، شكرا كابتن ضياء، استمتعت معاكم جدا. الله يخليك. بشكر كل مشاهدينا وكل طاقم العمل في كوره كل يوم. بكره ان شاء الله حلقه جديده باذن الله.